الله يخرب بيوتكم. حبك التحشيش وانتوا داخلين على اللجنه يا بهايم؟ والله العظيم يا باشا عمرنا ما شفنا كمين في الحته دي. حصل خير. شوف حد من السواقين ياخد استاذ عاطف المحامي. يروحوا الصف يسالوا على سمير ويجيبوه، ولو محتاج دكتور يودوه لدكتور شوقي. هما هيسيبوه يا باشا؟ ومن امتى حد من الحكومه بيهوب ناحيه حد من رجالتي يا بجم؟ اعمل اللي بقولك عليه. وباخد بقيه اليوم اجازه. واضح ان انت اعصابك باظت. والله يا باشا ما عارف اتلم على جدتي من الصبح. يلا غور وبعدي عليا بكره. يا موزة ما تيجي شوية. صدقني يا ياسر أنا فكرت أنت فعلا إنسان كويس قوي ومفيش زيك وأي واحدة تتمناك، بس أنا باب الجواز ده قفلته من زمان ومش ناوي أفتحه تاني. وأنا مستعد أدور على كل المفاتيح اللي في الدنيا، بس المهم لما أفتح الباب ألاقيكي. وبعدين يا فريدة، يعني أنت مش شايفة إن الكلام اللي أنت بتقوليه ده لسه بدري عليه؟ خصوصا لما تكون واحدة في جمالك وفي شياكتك وفي سنك. سني ايه بس؟ وبعدين انا خلاص بقيت بتعامل ان شغلي هو اهلي وبيتي وعيالي وجوزي، ومتهيألي عشان كده انت بقى كمديري مبسوط مني، ولا انت عايزني ازعلك؟ فريد انا بحبك. عشان خاطر ياسر ما تصعبهاش عليا اكتر من كده. انا فعلا بعزك بس كأخ وصديق، وانت مثلي الاعلى في الشغل. ده انت اللي معلمني كل حاجه لحد ما بقيت انا وانت ماسكين قسم الشبكات كلها. يعني افهم من كده ايه؟ مفيش فايده؟ هو انا اللي مفيش مني فايده، بس ان شاء الله ربنا هيبعت لك اللي احسن مني، اللي تستاهلك وتستاهل حبك ليها. عموما انا هسيبك براحتك يا فريده، بس يا ريت تحاولي تفكري تاني بعد اذنك. ايه يا سلمى؟ ازيك يا حبيبتي؟ عاملين ايه؟ وطنط كويسة؟ كنت عايزة بس أعدي عليها النهاردة عشان أديها فلوس كفالة اليتيم بتاعت كل شهر. هتتصرف ازاي؟ متقتليش هم، إن شاء الله ربنا هيصرفها من عنده. ياما قلتلك بطل بعترة يمين وشمال. بعترة؟ أنا ببعتر يا سميحة؟ هو أنا بصرف على حد غيرك أنت والبنات؟ نصرف بالعقل، مش كل ما بنت تطلب حاجة تجيبها لها وخلاص يا إبراهيم. لو قلت لك يا سميحة ربنا هيسهلها إن شاء الله. هيسهلها إزاي؟ هتبيع بنت من البنات؟ ولا هتطوع حسن الضبع وتخش السجن؟ ما تقومي تعملي لنا لقمة نفطر بدل ما أنت قاعدة تأنبي فيا كده، أنا على لحم بطني من إمبارح. يا حبيبي يا أخويا. حالا. حالا والفطار هيبقى جاهز. اتفضلي يا طنط. حبيبتي عقبال كل شهر، بس ده لسه بدري قوي على اول الشهر. انت عارفه بقى زحمه الشغل اول الشهر، فخفت اسقط الحوار. اسقط الحوار؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ قصدها تنسى يعني يا ماما. ما انا عارفه يا لمضه، انا بس صعبان عليا لغتنا الجميله اللي قعدت ادرس فيها طول عمري تتبهدل بالشكل ده. سليم اخباره ايه؟ يعني قصدي عامل ايه يعني في شغله الجديد؟ الحمد لله حبيبتي، ربنا يجيبه بالسلام. يلا على المطبخ حضري لنا الغدا واعملي حساب فريده معايا. لا لا تعمل حساب فريده ايه؟ ده انا ماما مستنياني على الغدا من بدري ولازم اجري. على اذنكم. باي باي. باي باي, باي يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه يا سلام. كنت حاسه ان انا اشوفك. انت كويس؟ كويس قوي. طب خلي بالك على نفسك. انت كمان. الحمد لله على السلامة يا دنيا، ما قلتش لي انك جاي.
كنتش عارف. مالك يا سليم؟ ابراهيم يا ابراهيم، قوم يا ابراهيم قوم. خير يا سميحه؟ في ايه؟ الساعه كانت 9. لا يا دوبك العشاء لسه مقدنه. حرام عليك يا سميحه، بتصحيني ليه طيب؟ انا مش قايل لك تصحيني الساعه 9 عشان عندي ورديه لحد الصبح. ام رحمه بره عايزاك. عايزه مني ام رحمه؟ جايه تخطبني منك؟ تخطبك ايه بس يا ابراهيم؟ بنتها الصغيره عيانه وعايزاك تبص عليها. قوم يا اخويا قوم، دي وليه غلبانه ومتعشمه فيك. طيب هعملي لي قهوه على مغسل ايديا وطهاره وادي لك. ماشي ما تتاخرش. انا مش فاهمه ايه اللي افترى ده؟ يعني انت تخاطر بحياتك عشان تمنع الاشكال دي فيسيبوهم هم ويحققوا معاك انت؟ معلش يا بنتي، ان شاء الله التحقيق يطلع سوري كده وخلاص. ما تقليش، اللي فهمته من المأمور ان صاحب العربيه ايده طايله وهيج الدنيا عليا خلاص. قوم يا ضنايا قوم نام وارتاح شويه، انت جاي تعبان من السفر عشان بكره ما تروح التحقيق تبقى فايق كده ومركز. يا ستي خلاص مش فارقه، اللي يحصل يحصل. بقول لك ايه يا سيدي، بص انت تاخد ماما معاك وانت رايح التحقيق وتعمل لهم حبه من بتوع ابني يا سعاده الظابط ما عملش حاجه، وصدقني ما حدش هيكلمك خالص. ايوه كده اضحك يا سليم وفكها، ان شاء الله خير. ان شاء الله، سيبيها على الله. ونعمه بالله. بقول لك ايه؟ يلا نروح ننضف الاوضه. انا مش الفلبينيه اللي حاجه جايباها، يلا بقول لك. امشي يا بنت من هنا. ما تخافيش يا رحمه حبيبتي، انت زي الفل وهتخفي وتبقي حلوه قوي، بس ماما بس هي اللي بتعمل من الحبه هوب. يعني ما اديهاش مضاد حيوي يا اخويا؟ يا ست اسمع الكلام اللي بقولك عليه، اديها الدواء اللي عندك وهي هتبقى زي الفل ان شاء الله. يعني ما اديهاش دكتور يطمني على البيت؟ دكتور ايه بقى وانت شايفاني سمكري سيارات؟ وماله السمكري يا اخويا؟ ما ابو رحمه سمكري. خلاص يا ست بقى وديها لابو رحمه بقى، ولو اتجرحت ولا اتعورت ولا اي حاجه يبقى يرد لها الجرح على البارد، وبلاش ادويه بقى ولا دكاتره. مش القصد يا اخويا، بس انت يعني اسم الله على مقامك ممرض. يا ست ام رحمه انا تمرجي بس ما بقولش اي كلام وما بقولش اي حاجه لما اكون متاكد منها. فلوسك كتير بقى انت وابو رحمه وعايزه تغرمي، روحي وديها للدكتور، بس هيقول لك نفس الكلام اللي انا قلته لك ده بالظبط. خلاص يا ام رحمه اسمعي الكلام بقى. حاضر يا اختي حاضر. وليك عليا يا ستي، لو ما ارتحتش على الدواء ده وخفت باذن الله انا هوديها لك اكبر مستشفى في مصر على حسابي. ربنا يخليك لينا يا اخويا وما يحرمناش منك ابدا. الله يخليك يا ام رحمه، ما تقعدي تخرطي لك شويه كوسه مع سماح. لا يا اخويا عندي محشي. طيب السلام عليكم. يلا يا بنتي يا رحمه. يلا يا بنتي حلوه رحومه يا عسل. مع السلامه. سلام يا حبيبتي. مين سماح؟ ها؟ مين سماح؟ تعرف واحدة اسمها سماح غيري؟ والله الواحد دماغه مقلوبة، أنا صاحي من النوم مش دريان بحاجة يا سميحة. إلا وأنت بتحشي الخيار يا سميحة ولا إيه؟ أعمل سلطة. شفتي بقى الناس الواحد يخدمهم وهم يهزقوه. معلش حقك عليا، أهو كله بثواب. أنت فاكر إن أنا زعلان يعني إن أنا مش دكتور؟ لا ولا زعلان ولا حاجة، الحمد لله. أنا عارفة انك كنت جايب مجموع كبير في الثانويه العامه، وان لولا ابوك الله يرحمه كان زمانك دلوقتي دكتور قد الدنيا. يا ستي والله ما زعلان ان انا مش دكتور، ده انت لو جيت المستشفى عندنا وشفت الدكاتره ومرتباتهم عامله ازاي وحالهم عامله ازاي هيصعبوا عليك، هتقول التمرج ده رحمه، هيبقى انا يعني ناقص كده تطلع 20 جنيه من جيبك وتديها للدكتور منه. ايوه اضحكي كده يا شيخه. والله يا سامحة ما بيهون عليا هموم الدنيا دي الا ضحكتك. تسلم لي يا حبيبي. صحيح انت هتعمل ايه مع حسن الطبع؟ طبعا يا فندم معاليك عارف كميه الضغوط اللي بتعرض لها، ومع ذلك انا مش ممكن اغير موقفي ابدا. الفاسد لازم افضل وراه لحد ما اكشف فساده وادفعه الثمن. تحت امر معاليك يا فندم ناجل الاستجواب لحد ما حضرتك ترجع لي. بس طبعا سيادتك لو لقينا حل ودي جميع الاطراف هتبقى مبسوطه. وبعدين يا سليم؟ يا عماد بيه العربيه كلها كانت معباها حشيش. وهي فين العربيه دي؟ سعادتك عارف. عارف انها هربت. معنى كده ان مفيش قضيه. وبعدين يا اخي انت رحت تفتش عربيه ليها حصانه من غير ما تامن نفسك؟ ده كلام يا حضره الضابط. يا باشا الطريق اللي كانوا جايين منه طريق بيت سليمان عرام. يعني اكيد جايين بمخدرات. وتميم اكيد بيتاجر في المخدرات وبيتحمى في موضوع المجلس ده. حتى لو
انت ما عملتش شغلك مظبوط وهم موقفهم القانوني سليم، وبعدين يا اخي انت ساب الدنيا كلها وراح تضرب الحارس بتاع عضو البرلمان. الضرب ده بيسمع في كل حته يا حضره الضابط. انت مش عارف اللي بيجرى حوالينا، الناس كلها حطانا في دماغه. يا باشا انا افتكرته هيطلع سلاح. افتكرته؟ الله، افتكرته واحتمال وجايز انه. انت ضابط مباحث، تقديراتك لازم تبقى سليمه 100%. احنا مش بنقرا الكف. عموما انا حاولت الم الموضوع باقل الخسائر. شغلك القديم والملف بتاعك بيشفع لك. انا هكتفي بس بلفت النظر وتاخير الترقيه ونقلك من مكانك. يا باشا ما ينفعش كده. بكره الصبح تقدم مخلقه طرف، وبعد بكره تستلم في اسم العمرانيه، واحمد ربنا ان ما نقلتكش الصعيد. سياده الوزير مش عايز حركه كتير. ضابط المباحث اللي هناك من حسن حظك عمل حادثه ومش هيرجع قبل 4 شهور. اتفضل يا استاذ، مش عايز مشاغبه تاني. أوامر سعادتك. اتفضل. الضابط اللي خرشمك خد جزم اتنقل عشان تعرف ان انا رجالتي ومحدش يقدر يقرب منهم. جزم ده كان هيموتني يا باشا، يعني المفروض يتخرشم زي ما عمل معايا. انه يتنقل اهم عندي من انه يتخرشم يا حمار. لو كان قاعد مكانه كان قاعد يرزل علينا في الرايحه والجايه، وانت عارف ان ده طريقنا كل يوم. مظبوط كلام سعادتك يا باشا. على العموم هو اتنقل اسم العمرانيه، يا ريت ما نهوبش ناحيه الاسم ده عشان بس ما نتضربش تاني. بس انا اتخذت على اخوانا يا باشا. اخوانا دي لما تاخد بوكس ولا اتنين مش يغمى عليك وتتخرشم وتروح في غيبوبه. جاتك نيله جايبك تحميني ولا عايز اللي يحميك؟ الحمد لله يا باشا، واسم العمرانيه مش بعيد، بس انا مش هسيب حقي حتى لو بعد 10 سنين. ولا مصيبه وراحت لحالها، ما تعرفش من الراجل ده تاني. خلصت؟ خلصت؟ خلصت يا باشا. أما إنك بني آدم غريب صحيح. حد يزعل إنه مش هيتشحطط وهيجي يقعد معانا هنا؟ شكله كده كان مبسوط وهو بعيد عننا يا ماما. ده بسكوت، أنت كمان مش فاهمة حاجة. أنت عارفة كويس إيه اللي مضايقني. النقل ده لو كان جه في ميعاده ومظبوط كنت مبسوط، بس ده جالي بجزم. بيعاقبوني عشان بشوف شغلي. بس شفت غلط. شفت غلط ازاي يعني؟ عشان مسكت لهم شويه عيال صيعه. حصل ايه بقى لما اتسرعت ومسكت شويه الصيع؟ العيال الصيع دول طلعوا وانت اللي اتاذيت. صح، عندك حق. كانش وقته خلص يا ماما الكلام ده. امال وقته امتى بقى؟ لما يخش السجن ولا يتأذي؟ بعد الشر يا ماما، ما تقوليش كده. ده ابني الوحيد، انا ما حبيتش غيره في الدنيا. وبعدين بقى الحق ما يزعلش، ما انا طول عمري بشتغل، عمري ما غلطت مره واحده. ايوه ماما معلش، لما تكوني ناظره في مدرسه غير لما تكوني ضابط بوليس خالص. خدي دخلي له الطبق ده، بس اوعي تقولي له ان انا اللي عملته. يعني مش واضح. حاضر حاضر، اوديه له على طول. اسف يا معلم، ما انا قلت لك اصبر عليا يومين لحد ما ادبر نفسي. ما انا مش فاضي، عندي فرح في طنطا. بعدين الموضوع مش محتاج تاخير. مش محتاج تاخير ازاي؟ دي جنايه. وصلات الامانه اللي عليك ما هي جنايه برضه يا ابو خليل. كده برضه يا معلم، هي دي اخره العشره والجيره؟ عايز تحبسني بوصلات الامانه اللي عندك؟ احبسك ازاي؟ تف من بقك. الله عليك، ده احنا جيران واخوات. وبعدين مش المعلم حسن الضبع اللي ياخد حقه عن طريق الحكومه. يا معلم انت مستسهل الموضوع خالص. دي عهده يا معلم، عهده بستلمها بتتسجل في دفاتر، واللي بيفيد منها واستخدمه برضه بيتسجل في دفاتر، مش سبهلله يعني. ما هو عشان مش سبهلله بندفع فيه شيء وشويات.
طب والفوارخ؟ هرجعها لك أول ما أخد اللي جواها، ماشي يا عم؟ ما ينفعش يا معلم، ما ينفعش، أرجوك تفهم بس الحكاية، الفوارخ دي يا معلم اللي أنا بديه لأي مريض بيتسجل اسمه وبتتسلم الفوارخ برضه. طب خلاص، اسحبهم لي أنت في سرنجات وخلي الفوارخ عندك. أظن كده بقى مالكش حجة بقى. بتلمي هدومك ورايح على فين يا سليم؟ انا كده هبدا اصدق بقى انك عايز تمشي وتسيب البيت. امشي اروح فين يا بنت انت هبله؟ رايح اخلي طرفي، لازم امشي دلوقتي عشان الحق ارجع بكره. طب هو انا ممكن اخد من وقتك دقيقتين؟ دقيقتين، ساعتين، يومين، اهري براحتك يا بنت، انت مفيش زيك في الدنيا دي كلها. يا حبيبي انت اللي مفيش زيك خالص. عايزك تتاكد ان انا وماما عارفين كده كويس قوي، احنا بس خايفين عليك. تخافوا علي ايه؟ خلاص بقى اللي تخاف منه حصل، خلاص مفيش حاجه ممكن تحصل تاني. يا حبيبي النقل ده فرصه كويسه قوي عشان تقعد معايا هنا، انا خلاص هتجوز مش هتشوف وشي تاني خالص. لا يا اختي ما تلككيش بيا، اتجوزي انت وما تجيش دعوه. معني بصراحه بقى خطيبك ده معلش يعني هو كلع حبتي. هو من ناحيه كلع فهو كلع، بس اللي لقيته يعني. صدقني انا قعدت ادور كتير قوي عشان خاطر الاقي واحد حلو كده وقمر وبشنب خرابي. يا بنت اتعلمت الباكج ده فين؟ والله ما باكج يا سليم، لو سمحت ما تزعلش من ماما، انت عارف ان هي من زمان بتحب النظام وميري اكتر من الميري نفسه. معلش عايز زي امي برضه. خلي بالك من نفسك وانت كمان يا حياتي. يا قصير انت. لا 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 الله محمد رسول الله. سليم بيه، سليم بيه، والله هتقطع مين يا سليم بيه؟ انا شهدت في التحقيق اللي حصل، رسال الله ودي حكمته. بقول لك يا عويس، عايز منك خدمة. أمر يا باشا. فاكر العيالين احنا شفتهم في الكمين؟ أيوة يا فندم. لو شفتهم هنا تاني عرفك كانوا فين وبيعملوا إيه وبلغني. حاضر يا باشا، عينيا. امسك. الشنطة دي فيها بلوفرين على كام كوفية، الجو برد. لو سقعت ولا حد من عساك الساعات خليه يلبسه. تشكر يا ابن الرسول يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي جابت داودة عندك في الاوضه؟ ايه ده؟ انت بتفتشي في اوضتي ولا ايه؟ لا انا ما كنتش بفتش في اوضتك، انا كنت بوضب الاوضه ولقيته في الدرج. ماما انا قريت نشره الدواء ده، انا عرفت ان هو دواء للقلب. انت عيانه؟ لا يا بابا مش عيانه ولا حاجه، انا تعبت شويه رحت للدكتور كتب لي الدواء ده وباخده. وانت ازاي تخبي علينا حاجه زي دي؟ والله لما يجي سليم هقول له بقى هو يتصرف معاكي. قرابت انت بتهدديني باخوكي ولا ايه؟ اخوكي ده ظابط على نفسه. انا ما بهزرش على فكره. بس انا بقى بهزر. اوعي يا حبيبتي تجيبي له سيره لما يجي عشان خاطري. لا يا ماما انا لازم اقول له. ايه يا بنتي يا حبيبتي ما يبقاش مخك ناشف. انا ما صدقنا ربنا هداه وارتاح في شغله. بس ما ينفعش اخبي عليه حاجه زي دي. هيعمل لي ايه يعني؟ هو انا عيله صغيره عشان يعاقبني؟ عشان خاطري، عشان خاطر ماما. اوعي تجيبي سر للواد ده لما يجي، هزعل منك بجد. خلاص حاضر اتفقنا، بس توعديني انك ما تخبيش عليا اي حاجه تخص صحتك، الا والله هقول لسليم على كل حاجه. يا جدع ما تبقاش مجنون، انت مين باشا قال لك تنسى الموضوع ده نهائي؟ يقول زي ما هو عاوز، لا هو اللي اتضرب ولا هو اللي ليه حق. ما هو جاب لك حقك يا سمير. لا وانت الصادق جاب حقه هو، يحمي بضاعته وراحه جايه على الطريق، انما حق انا هعرف اجيبه. يا ابني اقل ده ظابط. والله لو كان وزير الداخليه ليا حق وهجيبه من حباب عينيه. صباح الخير يا سليم باشا، صباح الخير يا باشا. سلم. يا ابو صمد الزبون نزل من بيته. نعم انا كنت عارفه ان مقابلتك للي اسمه سليم ده مش هتعدي على خير. هو انت مش هتبطلي الهبل اللي انت فيه ده؟ ده مش هبل يا ماما، وبعدين انا قلت لك ان انا قابلته بالصدفه، ما لحقتش حتى اقف معاه، فيا ريت ما تكبريش الموضوع بقى. تعالي هنا كلميني، ما تسيبينيش كده وتمشي، الموضوع كبير لوحده يا حبيبتي. تقدري تقولي لي
عملتي ايه مع ياسر؟ ما عملتش حاجه، رفضت بالذوق. رفضتي بالذوق يا بنتي؟ ده مديرك في الشغل ومستقبله كويس قوي، وبعدين شريكي، وهيسيبك تعملي كل اللي انت عايزاه. وانا مش هروح اتجوز ياسر لمجرد ان هو عايز يتجوزني وموافق ان انا اشتغل. الله العظيم انت مجنونه يا بنتي. يا بنتي العمر بيجري وانت ما بقيتيش صغيره. كل شيء نصيب يا ماما، انا هتاخر على شغلي. عيني عليك يا بنتي، ربنا يهديك. انت ليه بس واخد موضوع النقل ده على انه جاز لسليم بيه؟ مش جاهز القيادات بتوعك شافوك انك وحش فقالوا نقلوك في حته تليق بيك؟ ربنا يخليك يا طارق بيه. انت اكيد عارف سمعه تدارت الاسم عندنا، الحته كلها لبش ومليانه مشاكل. عارف بالذات دلوقتي العيال المسجلين كلهم دلوقتي جابوا قرارك وعرفوا انك جيت. مش للدرجه دي يعني، وما لحقوا. بص، اي ضابط بيجي جديد هنا بيفضلوا وراه ويجيبوا قراره، وانت ما شاء الله سمعتك سباك، زمانهم عاملين لك ألف حساب من قبل ما يشوفوك حتى. سعادتك ما انت عارف بقى الصيت ولا الغنى. لا اسمع مني بس، هما مش هيعدوا المساله كده، هيحاولوا ينكشوك ويجربوك ويشوفوا ميتك ايه. بس هي ديتها بس لما تعمل نمره تعلم عليهم، بعد كده كل حاجه تمشي تمام. ربنا يسهلها. وعلى فكره ان لا في بهوات ولا بشوات نخاف منهم، يعني اللي اتعامل معاك في الصف عمره ما هيحصل هنا. ربنا يسترها. تعالى يا زناتي. صباح الفل يا باشا مصر. صباح الخير. زناتي بقى اقدم امين شرطه عندنا هنا في القسم. تقدر تقول عليه اقدم واحد في القسم كله، يمكن يكون اقدم من الباشا المامور نفسه. واد جدع ورجوله، بنعتمد عليه كتير في شغلنا. ربنا يعز سعادتك يا طارق باشا. سليم بيه معاون المباحث الجديد، عايزك تفضل معاه النهارده تمامك اوامره بالحرف. ها نورت اسم العمرانيه يا باشا. تعيش يا زناتي. على فكره زناتي كمان من سكان المنطقه، يعني تلاقيه عارف كل الناس وكل الناس عارفاه، فبيسهل لنا شغلنا كويس. بس اكيد الموضوع ده عامل لك مشاكل يا زناتي مش كده؟ اعوذ بالله يا باشا، مشاكل ليه بس؟ يعني تلاقي كلهم حبايبك بقى وقرايبك اللي عايز خدمه من هنا ومن هنا، وانت طبعا بتحب تراضي كل الناس. لا مؤاخذه يا باشا، ما فيهاش مرضيه، انا اللي يمشي عدل اشيله على راسي، انما اللي يغلط لا عندي لا حقوق ولا جيره ولا اي حاجه. طب يلا زناتي، مع سليم بيوري له مكتبه الجديد، والنهارده انت تمامك معايا، انت النهارده راحه من الشغل. اوامره تتنفذ. اوامر يا باشا. يلا. اتفضل يا سليم باشا. على اذنك يا باشا. اتفضل يا باشا. ربنا يستر. نورت الاسم يا باشا مصر، وسيد سعادتك واصل من قبل ما تيجي. ربنا يخليك يا زناتي. اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك يا باشا. نورت يا باشا. انا مش عايز سعادتك تشيل اما اي حاجه طول ما انا موجود يا باشا. يعني هتعرف دبه النمله في الدايره من قبل ما تحصل. كان سعادتك موجود في الشارع ليل نهار. لو انا مش قاعد على المكتب عطله يا زناتي، انا بحب اشوف شغلي بنفسي، وانت هنا عشان تساعدني زي ما انت قلت. العفو يا باشا مصر، اوامر. بس المؤاخذه يا باشا، الشغل هنا غير، ومنطقتي كلها لبش وهرش وانا اضرب بيها. وانا ظابط مباحث مش مدرب بالي يا زناتي، واكيد انت سمعت عني زي ما بتقول، مش كده ولا ايه؟ طبعا يا باشا. ماشي يا زناتي، هات لي بقى القواضي المتعلقه والمحاضر ما اتعملش فيها حاجه عشان نبص عليها. اوامر يا باشا مصر، بكره الصبح ان شاء الله تكون قدام دلوقتي يا زناتي. اوامر يا باشا. تمرني بحاجه تانية يا سعادتك. اوامر يا باشا مصر. لو لي يا زناتي صحيح، تحت امر سعادتك يا باشا. هو انت اسمك زناتي ايه؟ اسمك الثلاثي يعني؟ اسمه الثلاثي؟ لما مؤاخذه باشا، تطلع لي باسبور ولا ايه؟ عشان لو حبيت تسافر قريب. ممكن برضه سعادتك. زناتي السيد زينهم يا باشا. زناتي السيد زينهم. ها؟ زينهم يا باشا. تمام، اتفضل. اي امر يا باشا مصر. اقفل الباب وراك. امر يا باشا مصر. الو يا ابو الانوار، صباح الفل. ازيك يا باشا؟ اخبارك يا باشا؟ لا عديت عليكم في التفتيش امبارح عشان اطمن عليك، ما لقيتكش. لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه كده، كنت عايزك في خدمه صغيره. لا ده امين شرطه كده اسمه زناتي السيد زينب.